انا واحد للاهالي من بيت الصبر والبطاقه هي 28 سنه معروف والحمد لله ما بتكدبش. انت لو نزلت اي حد بعد ما بيت الصبر قلت عايز حد من عند العسلين هيودوه. احنا بنتبرع من الناس اللي جت وضربت امبارح في اخواننا المتظاهرين. احنا جايين هنا مش عشان خاطر الشيخ حاج محمود معلم، مع ان هو ازاي؟ اقسم بالله انا ما اعرفه ولا شفته، لكن يشرفني ان اعرفه. انا لا اخواني ولا حاجه، بس انا جيت هنا ليه؟ في ظلم واقع علينا. قول لي واحد فيكم يقول لي الثورة عملت ايه؟ الثورة عملت ايه؟ غيرت ايه؟ الجلدوني الراجل ده بتاع المحطة اللي كان بيقول لي في التحرير انت بتاع المحطة يعرفني من زمان اهو، فاكرني ولا لا؟ كنت بروح في التحرير، انا كنت شغال في بتاع خاص 28 سنة. ده الراجل مشاني قال لي لو انت كلمت هقول عليك حرام. قلت الثورة جت وغيرت. قال لي انا اعرف 50 قاضي و500 محامي احبسك. عارفين طلب مني ايه؟ والكلام ده على مسؤوليتي المحطه بتاعته اللي قدام مجلس الدوله، هو وكيلها وانا بعلنها اسمه مختار نصر الدين. قال لي لو عايز ترجع الشغل روح اتخانق مع الواد اللي ماسك السيف. طبعا ده كانت الجلسه اللي اول مره بقول الكلام ده، وعامل محضر في اسم الدقي قبل المشكله بتاعت الشيخ حازم ابو اسماعيل. كل طبعا الناس قالوا لك ايه؟ ولعوا في المحطه، دخلوا في المحطه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ المحطه ما وضعتش، كان المقصود بيها مين؟ انا اخويا شغال مع الناس اللي هم شغالين، واحد مزدحم خمسه سته يشوفوه بيتخانقوا يخشوا يسلموا يحوشوا يقول لك ادي الاسلاميين ولعوا الدنيا، ادي الاسلاميين ولعوا الدنيا. اقسم بالله انا جاي هنا وقلت اقعد، انا عندي خمس عيال مش لاقي كده، قول لي اعمل ايه؟ قال لي اسرق، انا مش عايز اسرق، انا راجل عندي 50 سنه، قال لي رايح اسرق هنا؟ يقول لك بشوف الصح والعسكريه، الناس دي صراع، اسالوا موضوع وكاكا، اسالوا موضوع وكاكا الناس دي جت منين؟ وعملت ايه وبتخرب دي؟ من الالمانيه، عامل امبارح الصح واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس خراطيش. بصوا بقى عشان انتوا عارفين حاجة، بس أنا بكلمكم وأنا بضحك وبضحك علشان متفائل، علشان الصورة دي بتاعت ربنا، لا بتاعتي ولا بتاع الشيخ حازم ولا بتاعت أيا كان. الصورة دي بتاعت ربنا، هتكمل بيا وبيك أو بغيرك. عاوز تنزل انزل، عاوز تنزل اقعد في بيتك، بس ربنا ما بيستخدمش اي حد. ثانية على حضرتك، ربنا ما بيستخدمش اي حد. كنا اتعلمنا دعوة زمان ولا في المنكب كانوا بيقولوا ايه؟ اللهم استخدمنا ولا تستخدمنا. يا جماعة في آية في القرآن الكريم بتقول لك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا اخي انت ربنا ده في ناس ماتت علشانك، انت مش قادر تعيش علشان حلمك انت كمان، مش قادر تدافع عن اختي تعالي تكفى الميدان، مش قادر تجيب حق الناس اللي ماتت. والله ما تستاهل انك تعيش في بلدي، والله ما تستاهل انك تشيل نفسك.